ليلة عظيمة، ليلة 20، الليلة 20 من شهر رجب، هذه الليلة فيها صلاة، وهذه الصلاة من ركعتين مثل صلاة الصبح. راح تقول لي بسيطة، أقول لك أجرها عظيم، أجر هذه الصلاة عظيم كما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. قلنا من ركعتين، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وإنا أنزلناه في ليلة القدر 5 مرات. أجرها يا رسول الله، النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله قال: من صلى هذه الصلاة يعطيه الله ثواب أجر إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ويحيى، ولا يصيبه شيء من الجن والأنس، وينظر الله إليه بعين الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا الله برحمته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق وإياه.